السلام عليكم أعزائنا الطلبة. موضوعنا في الماس ترانسفير أوبريشنز لهذه المحاضرة أو لهذا الجزء من المحاضرة السادسة هو راح ناخذ اكزامبل نشرح بالتفصيل اللي أخذناه بالجزء الأول والجزء الثاني من المحاضرة السادسة. الاكزامبل شو يقول؟ A large volume of pure gas B. إذا حددنا بأنه هاي المادة الغاز بي ما حدد هي شنية هاي المادة، فقط غاز قال لنا حددناها بي. بس لاحظوا كلمة هنا large volume على مود تكونون بصورة واضحة، وهو من قال large volume على مود إلى معنى، ترى كل كلمة يكتبها بالإكزامبل هو إلى معنى بها. هذا large volume of gas B إيش بي؟ هذا بأنه يقول at 2 atmosphere absolute pressure، يعني معناتها مطيني قيمة الـ P total. هذا مطيني قيمة الـ P total، وحددنا هي يا مادة، هي مادة B. زين، المادة الثانية إيش B؟ is flowing over a surface from which pure A. إذا عندنا مادة اللي هي pure A، إيش بيها؟ is evaporated. إذا المادة A هي اللي دا تتبخر. زين، the liquid A، فأكيد هو المادة A هو liquid، والدليل بأنه هو دا يقول لنا شنو evaporating، فدا يتبخر. liquid A is completely wet. هاي المادة A، السائل A، يرطب. شي يرطب؟ the surface، السطح اللي موجود عليه الليكويد اللي يكون is a blotting paper. موجود هذا الليكويد على سطح ورقي. Since the partial pressure of A at the surface is the vapor pressure at 298، إذا قيمة T مطينا إياها 298، إذا مطينا partial pressure للمادة A أيضا 0.2 atmosphere. إذا 0.2 atmosphere هو شنو؟ هو PA واحد. PA واحد. زين؟ هذا عرفنا temperature اللي هو مال المحيط الجو، والtemperature هو نفسه مال المادة A. أيضا مطينا total pressure مال النظام، مطينا PA واحد. هسا اكو جماعة يقول لك وين PA اثنين؟ وين الـ PA2؟ شو لحد ما حكيت عليه وهو ما موجود بالسؤال. الـ PA2 هسه راح اقولها هاي الملاحظة هسه، ليش؟ على ما نكون قريبين من السؤال. الـ PA2 تبعا بما انه دا يقول المادة A هي دا تتبخر ودا تصعد بالجو، تروح ويا المادة B، والمادة B هو شنو عندنا؟ large volume. إذا قيمة الـ PA2 يساوي لنا شنو؟ يساوي لنا صفر. قيمة الـ PA2 يساوي لنا صفر. أوكي؟ المادة المهمة الثانية أو المعطيات الثانية، مطيني قيمة الـ KY داش. قيمة الـ KY داش مطينا إياها، قيمتها 6.7 × 10⁻⁵ كيلومول على سنتيمتر متر تربيع مول فراكشن. إذا بدلالة منو؟ الدلتا واي. بدلالة الدلتا واي. المطلوب حساب calculate the vaporizing rate NA، يريد قيمة الـ NA. هذا أول جزء مطلوب. ثاني مطلوب شي يريد individual mass transfer coefficient اللي هو شي يريد الKG. إذا مطلوبين، المطلوب الأول هو الـ NA والمطلوب الثاني هو الكيجي. مطلوب الأول هو الـ NA والمطلوب الثاني هو الكيجي. نيجي بالسؤال، الكلام اللي موجود بالسؤال ش نستنتج من عنده؟ أول شيء احنا أخذنا سابقا بأنه الأطوار تكون أما غاز أو ليكويد. هذا هو شنو عندي؟ غاز لو ليكويد. عندي غاز لأنه يتحول إلى شنو؟ إلى المادة السائلة تتحول، يصير بها عملية تبخر، فيتحول أول شيء هو عندي شنو؟ غاز. هاي انتهينا من عنده. زين، نحدد نوع الميكانيكية. الميكانيكية الأولى لو الثانية، هنا بأنه ما قال بأنه المادة B دا تنتشر بالA، فقط المادة A هي دا تنتشر
بالبي هاي رقم واحد وهو شنو stagnant layer ومطيني large volume كل هذا معناته قيمة ال MB شو يساوينا يساوينا صفر اوكي بما انه مطيني كي واي داش بالمول فراكشن هذا حسب اللي موجود حسب اللي موجود المعطيات الغاز وقيمة الـ MB يساوي لنا صفر إذا قانون الفلكس ماتي قانون الـ Rate of Evaporation قانون الـ Rate of Diffusion قانون الـ Rate of Transport قيمة الفلكس هو كله يدخل يا قانون هذا القانون الـ NA يساوي لنا KY مضروب في دلتا Y ليش أخذنا هذا القانون؟ لأنه الـ MB يساوي لنا صفر ما أخذنا أبو الداش أبو الداش مو MB يساوي لنا صفر أبو الداش NA يساوي لنا ماينس NB لأنه MB يساوي لنا صفر إذن هذا هو القانون زين من أباو عاني هذا القانون أحتاج قيمة الـ YA1 وأحتاج قيمة الـ YA2 وأحتاج قيمة الـ KY ثلاثة ما عندي أنا بالسؤال ثلاثة ما عندي بالسؤال أول ما راح أبدي راح أبدي أوجد قيمة الدلتا واي اللي هي واي أي واحد ناقصا واي أي اثنين الواي هو شنو مول فراكشن شلون أوجد قيمة الواي عادة نعرف الواي شو يساوي لنا الواي يساوي لنا جزء الكل للبارشل بريشر إذا معناتها الواي اي واحد ما طول هو مطيني بي اي واحد بالسؤال اللي قيمتها 0.2 اقسمه على التوتال بريشر راح يطلع عندي قيمه الواي اي واحد الواي اي 2 قيمتها صفر ليش لانه البي اي 2 ايش قد قيمتها صفر فتطلع الواي اي 2 قيمتها صفر اذا معناتها وجدنا قيمه البي اي واحد وال في اي اثنين هذا اول جزء من المعادلة زين الجزء الثاني من المعادلة لازم اوجد قيمة منو الكي واي انا بالسؤال ما مطيني قيمة الكي واي بالسؤال ايش مطيني قيمة الكي واي داش مثل ما قلت لكم سابقا بالجزء الثاني من المحاضرة عند الجداول الموجودة قلت لكم ترى معظم الأحيان ما يعطيكم الثابت اللي أنتوا تحتاجوه بالمعادلة فلازم نحفظ العلاقات اللي موجودة في أسفل الجدول اللي هي تربط بين الثوابت فأحدى العلاقات اللي تربط بين الكي واي والكي واي داش هي هاي العلاقة واختارينا هاي العلاقة ليش؟ لأنه هو بالسؤال إيش مطيني؟ لأنه مطيني كي واي داش فالعلاقة اللي تربط بين الكي واي والكي واي داش هي هاي العلاقة شو احتاج لازم احسب احتاج احسب اللوغ المين المول فراكشن اللي هو هذا شو يساوي لنا القانون اللوغ المين مول فراكشن هو واي بي 2 ناقصا واي بي 1 على لين واي بي 2 على واي بي 1 اوكي واي بي 2 هو من يجي من الواحد ناقصا الواي اي 2 اللي هو هذا ناقصا الواي بي واحد هو الواحد ناقصا الواي اي واحد فأنا عندي الواي اي اثنين وعندي شنو والواي اي واحد راح اوجد قيمة الواي بي لوغ المين هذا الواي بي لوغ المين فموجدت الواي بي لوغ المين اجي اعوضه هنا والكي واي داش مطيني اياه بالسؤال راح اوجد قيمة الكي واي اللي أنا أحتاجها بالقانون من وجدت قيمة الكي واي راح أبدي أعوض عن قيمة القيم اللي وجدتها بهذا القانون الكي واي أنا وجدته هسه هذا أجي أعوضه هنا والدلتا بي الدلتا واي هو واي أي واحد اللي وجدته هنا والواي أي اثنين اللي هو هذا كل شيء عوضت راح أوجد قيمة الفلاكس اللي هو قيمة ال NA قيمة الـ NA هذا أول جزء من المحاضرة من الـ Example وجدنا الجزء الثاني من الـ Example يريد مطلوب قيمة الـ KG مطلوب منه قيمة الـ KG إحدى العلاقات نفس الشيء أرجع للجدول
طبعا ارجع للجدول هاي دا اقول لكم اياها، ارجع للجدول بس انتم المفروض حافظيها. العلاقات اللي تربط بين الكي واي داش اللي هسه طاني اياها بالسؤال وبين الكي جي اللي هو دا يريدها، هو عباره عن اضرب الكي جي في اللوج المين بارشل بريشر. بس انا اللوج المين بارشل بريشر طلاب ما عندي بالسؤال، عندي الواي لوج المين مول فراكشن لوج المين. هذا مين جاي؟ اذا مضروب في التوتال بريشر يطلع لي لوج المين بارشل بريشر، لان هو الواي مول فراكشن في التوتال بريشر نفس المول فراكشن الاعتيادي لاي ماده. حتى اللوج المين، اللوج المين مول فراكشن من اضربه في التوتال بريشر يطلع لي لوج المين بارشل بريشر. فالعلاقه اللي هنا تربط بين اللوج المين بارشل بريشر والمول فراكشن لوج المين مول فراكشن هي هاي العلاقه. فراح استخدم هاي العلاقه ويا من؟ ويا الكي واي داش. ليش؟ لانه انا شنو عندي؟ عندي اللوج المين مول فراكشن اللي طلعته هسه. طلعته هسه. والتوتال بريشر معطيني اياه قيمته 2 والكي جي هو يريده، الكي واي داش هو معطيني اياه بالسؤال. فصارت المعادله، صارت المعادله بهاي الصيغه، صارت المعادله بهاي الصيغه، كي جي يساوي لنا كي واي داش على اللوج المين مول فراكشن مضروب في التوتال بريشر. كي واي داش هو معطيني اياه بالسؤال، اللوج المين هسه وجدته، التوتال بريشر معطيني اياه بالسؤال، راح اوجد قيمه الكي جي. فهسه عرفتوا في الطريقه ايضا معينه لحساب الثابت من قيمه ثابت اخر حتى وان كان لغير ميكانيكيه، حتى وان كان لغير ميكانيكيه، مو شرط لنفس الميكانيكيه سواء كانت اكويمولار كاونتر ديفيوجن او يوني مولكولار كاونتر ديفيوجن. فحتى اذا كان غيرها فمعناتها اقدر اوجد قيمه الثابت لكل الميكانيكيات ضمن العلاقات الموجوده في اسفل الجدول للجزء الثاني من هاي المحاضره السادسه. هذا يكون قد وفينا كل متطلبات هذا السؤال. ارجو قد استفدتم من المعلومات الموجوده بهذا الاكزامبل وكيفية حساب الفلكس وكيفية حساب الثوابت اللي موجودة ضمن الجدول والثوابت اللي هي تدخل ضمن المعادلات الفلكس لأي نظام يعطى لكم. وشكرا جزيلا، ولقاؤنا في محاضرة جديدة في موضوع الماس ترانسفير أوبريشن.